حضرتك بقى في ضوء مباراة الذهاب والنتيجة 2-1 والهدف اللي دخل فينا واللي هنقول ان هو اضعف الايمان اقل انعكاس ليه انه فرمل فرحتنا، ودي حاجة شفناها في رياكشنات حتى الجمهور في المدرجات مع انطلاق صافرة نهاية المباراة، اخذا في الاعتبار نتيجة الماتش الاولاني او ماتش الذهاب، خايف من ايه في ماتش النهاردة ومطمن لايه في ماتش النهاردة؟ طيب قبل ما نتكلم بس مع حضرتك لازم نعترف بشيء مهم جدا، هو طبعا الجون زعلنا مفيش مشاكل يعني بس طبعاً. مليون في المية، بس انت بتلعب فريق الوداد، فريق الوداد ده فريق مصنف يعني مش فريق مثلا وصل فاينل على حساب سان داونز، وصل فاينل زيك، فانت لو متوقع ان هو مش هيجيب في الجون تبقى انت لسه مش الكرة الحديثة او تغيرات الكرة في افريقيا ما وصلتكش، لازم تعرف ان انت بتلعب الوداد زي ما هو سجل هنا انت هتقدر تسجل هناك، لازم تتعامل بهذا المنطق صح. طبعا كلنا كنا عايزين الاهلي يكسب 3-4 بس طبعا. الماتشات النهائيه امبارح شفنا السيتي والانتر الناس قبل الماتش كلها بتتكلم ان السيتي يكسب 3-4 و5، السيتي كسب 1-0 بالعافيه، فالمعطيات اتغيرت في الكوره دلوقتي، بقت انت هو سجل هنا ليه انت ما تسجلش هناك، وفي حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها ان كيف تعامل اداره النادي اداره الكوره والجهاز الفني مع المباراه دي، ازاي انت عرفت تصلح الاخطاء اللي حصلت معاك السنه اللي عدت وتحولها انك تجهز فريقك كويس ذهنيا وبدنيا ومعنويا وانت رايح الماتش ده، بمعنى ان انت الماتش السنه اللي عدت رحت بدري فكانت الضغوط النفسيه والمعنويه الجماهيريه اللي بيصدروها لك عشتها بدري فتسرب لك حاله قلق وحاله عدم تركيز حتى من تحت الفندق اللي كانوا قاعدين فيه عشان كده حتى غيروا المرات عشان كده انت عملت ايه بقى؟ رحت انت كلفت المهندس خالد مرتجى امين الصندوق سافر قبل الماتش بثلاث ايام، الفندق اللي كان الاهلي بينزل فيه ومعتاد ينزل فيه ده في اخر شارع الجيش الملكي، اخر الشارع ده استاد مركب محمد الخامس اللي هو بيتلعب في الدنيا كلها حواليك، كل الضغط الجماهيري بيبقى حوالين انت ما بتعرفش، رحت انت خدت اوتيل تاني يمكن جنب احد اكبر المراكز الامنيه هناك، فبالتالي توفر لك عامل الهدوء، ده جزء برضه من انت صلحت جزء من الاخطاء اللي انت وقعت فيها، كمان فكره ان الماتش الاولاني الاهلي تعرض لظلم تحكيمي، كابتن خطيب راح للفرقه قال لهم البطل تاني يوم على طول تاني يوم الماتش راح قعد مع الفرقه، البطل ما يحطش مبررات، البطل ما يفرقش معاه يتكلم في تحكيم ليه انت كده بتوصل الصوره، لا الكره عندك ما حدش يتكلم عن التحكيم صح. ظلمت بس ما هتكلمنيش عن التحكيم، البطل اللي عايز يكسب هيكسب باي شكل وباي حاجه، انت هم هنا جابوا جون انت ممكن ليه ما تتعادلش هناك وليه ما تكسبش هناك في المغرب، فدي جزء مهم جدا تاني في تعامل الاداره، جزء ثالث بقى ان انت تروح قبل الماتش بيومين بس عشان تخفف الضغوط على لاعبتك، انت امبارح جزء ناس كتيره بتتكلم في العصر الحديث فيها يا استاذ كريم، الناس دلوقتي ما بقتش بترخم عليك في شكل كامل، ترخم عليك ازاي؟ بتبعت لك مثلا امبارح وانت طالع من الاوتيل الفرقه اللعيبه كل الجماهير جايه وسط اللعيبه ومش عارف تركب الاتوبيس، ده جزء من الرخامه اللي بتحصل اليومين دول، فانت لما رحت قعدت يومين بس وفرت حته الهدوء للاعيبتك. ده الموضوع، وانا اتمنى النهارده ان شاء الله ان لعيبه الاهلي وانا عارف ان هم مركزين الموضوع في فصل تام، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الاهلي هيعمل نتيجه كويسه جدا، مش جوزتنا يسجل هدف باذن الله ممكن نرجع بتعادل او باذن الله فوز، ماشي نتمنى ذلك. وهنرجع للنقطه بتاعه التحكيم، ان احنا كمان ذكرنا باملاكت السيما هذا الحكم الاثيوبي اللي البعض قال لك دي اخر مباراه ليه، لا دي مش اخر مباراه ليه، على كل حال اخر او مش اخر زي ما انا وكريم كنا بنقول احنا محتاجين يكون في تحكيم عادل، مش عايزين اكتر من كده. خلونا بس نطير للمغرب سريعا جدا نروح نتابع اخر اخبار واستعدادات الاهلي وكواليس البعثه ونطمن حضراتكم اكيد مع مراسلنا العزيز جدا كريم.